السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نتعرفوا فيها اللي غادي نبداو نهضروا فيها على الكومبريسيون ديال الموتور. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي كونسيكونس دين فيبل كومبريسيون وشكون هما لي كوز دين فيبل كومبريسيون. دونك يعني واحد الحاجه اللي مهمه، يعني نقدروا نقولوا ان لو كونترول ديال لا سونتي ديال الموتور هو الكونترول ديال الكومبريسيون. دونك كما كتشوفوا كاملين اي واحد بغى يمشي يشري شي سياره ولا بغى يشري شي موتور، اول حاجه كيفكر فيها هو هاد الكومبريسيون، يعني ملي كيحيد هذيك لا جوج باش يشوف هذوك لي فويت اللي كيخرجوا تمايا اكسيتيرا. نقدروا نقولوا ان شكون هو لوبجيكتيف اللي خصنا نعرفه اليوم. نقدروا نقولوا شكون هما لي بروبليم ديال لي طونشيتي، ولا نقدروا نقولوا لي بوين ديال لي فويت ديال لي طونشيتي، يعني المواقع اللي غادي يكون عندنا فيهم التسرب ديال الكومبريسيون في الموتور، وشكون هما الاسباب اللي غادي يسببوا لينا اللي غادي تسبب لينا هاد الفيبل كومبريسيون هادي. دونك غادي نبداو بلي كونسيكونس ديال فيبل كومبريسيون. دونك اول حاجه واللي خصنا نعرفو ولا نقدروا نقولوا هادو هما لي سامبتوم، صافي نقدروا نقولوا هما لي سامبتوم، يعني الاعراض باش ممكن يجيك الكليان الريكلاماسيون ديال الكليون، هادو هما لي سامبتوم اللي غادي يجيك ملي تكون عنده اون فيبل كومبريسيون. دونك اول حاجه الا كانت عندنا هذيك الفيبل كومبريسيون كيكون عندنا ان فيبل روندمون دي موتور، فيبل روندمون. دونك شنو كنعنيو بفيبل روندمون دي موتور؟ يعني ان الموتور ما بقاش كيدير ليا هذيك الترانسفورماسيون ديال لينيرجي كالوريفيك لينيرجي ميكانيك بواحد لا مانيير اوبتيمال او لا ايديال. شنو ما معنى اخر؟ يعني ان ديك الكونتيتي ديال ليسونس اللي كنعطي اولا ديال الغازوال ما بقاتش كتحول ليا كلها لطاقه حراريه باش المحرك يحولها ليا لطاقه ميكانيكيه. علاش؟ بطبيعه الحال حيت عندي واحد الفيبل بريسيون، اون فيبل بريسيون في السيلندر. دونك الا كانت عندي واحد الفيبل بريسيون بطبيعه الحال راه غادي تكون عندي ان فيبل تمبيراتور، دونك غادي تكون عندي ان فيبل اوموجينيتي ديال الميلونج. ولا كانت عندي لا بريسيون بطبيعه الحال طغوبه، بطبيعه الحال لا بريسيون ماكسيمال اللي غادي نحصل عليها غادي تكون ضعيفه، وهكذا غادي يضعف ليا لا فورس اللي كتهبط مع لا بيل والكوبل. دونك ثاني حاجه الكونسيكونس غادي تكون عندنا مونك دو بويسونس، عفوا مونك دو بويسونس. كما كنقولوا حنايا كنقولوا الموتور غادي يولي فاشل، داكور غادي تكون عندنا اي مونك دو بويسونس للموتور. وبطبيعه الحال ديما المونك دو بويسونس كتكون مصحوبه بهذه سيركونسوماسيون دي كاربيرون، سيركونسوماسيون دي كاربيرون، يعني الموتور ديالنا غادي يولي كيكونسومي الكاربيرون بزاف. دونك المونك دو بويسونس، يعني نعطيك على سبيل المثال الا كنت انا مثلا 1 غرام ديال ليسونس مثلا كان كيوصلني مثلا لواحد ملي كنحرقو في كل سيلندر كيوصل لي واحد 60 كيلومتر بارور، ملي غادي تكون عندي فيبل كومبريسيون غادي يولي يلاه كيحركني ب 40 كيلومتر بارور. يعني الا بغيت نوصل ل 40 كيلومتر بارور ما بقاش كافيني 1 غرام ديال ليسونس، خصني نزيد لاكسيليغاسيون. ولا زدت لاكسيليغاسيون راني زدت بطبيعه الحال الكونتيتي ديال الكاربيرون، وبهذا الشكل هكا غادي تكون عندنا ان سيركونسوماسيون ديال الكاربيرون وواحد المونك دو بويسونس. وحاجه واحده اخرى اللي كتكون مصحوبه ليا الفيبل كومبريسيون هي في منواخ اليشابمون، في منواخ اليشابمون، يعني الطوموبيل غادي تكون كدير الدخان. دونك شنو كنعني بهذا في منواخ اليشابمون؟ يعني لا تمبيراتور غادي تكون عندنا باس عفوا في لوطون ديال الفان كومبريسيون ولا بريسيون، يعني داك يعني داك الكاربيرون ما غاديش يتحرق ليا كله، وهكذا لا بارتي اللي ما تحلقاتش غادي تخرج ليا في اليشابمون. داكور، يعني كنهضروا على ان لا كومبستيون اللي ولات عندنا ان كومبليت. كاينين دي سامبتوم وحدين اخرين اللي مصحوبين. دونك تقد تكون عندي ديفيكولتي في الديماراج، دي ديفيكولتي او ديماراج سيرتو افغوا، يعني ملي كيكون الحال بارد، وغادي تلاحظوها دابا في هاد الايام ديال الشتاء ملي كتدخل ديال الشتاء غادي تلاحظوا ان المحركات سيرتو ديال الديزل، دونك اللي كيكون عندنا فيهم الكومبريسيون كيحتاج الكومبريسيون كبيره باش يديماري ولا طمبيراتور كبيره، هذاك ليزير ديالهم والفويت ديال الكومبريسيون كيدير لهم واحد الصعوبه في الديماراج، وفي بعض الاحيان تقدر توصلني حتى الامبوسيبيليتي دو ديماراج.
امبوسيبيليتي دو ديماراج، يعني الموتور ما يقدر ما يديماريش من مره كاع، يعني الا ما بقاتش عندي الكومبريسيون كاع في السيلندر مزيانه يقد كاع الموتور يوصل ليا لا فاز اللي انه ما يقدش يديماري. الحاجه الاخرى ولا لا بان الاخرى هي قد يكون عندنا واحد لو غالونتي ايغولي. دونك هنا شنو كنعنيو بالرالونتي ايغولي؟ كنعنيو ان حركه الدوران للمحرك غادي تولي عندنا غير منتظمه. حنا كنعرفوا في الموتور عندنا 4 ديال السيلندرات، يعني الا كان عندي واحد السيلندر هو اللي فيه المونك دو كومبريسيون، يعني لا بريسيون فيه طايحه بوحديتو، دونك في لي طون موتور كما شرحت في داك الطابلو ديال ليماج اللي فات، كل واحد غادي يبقى يعطيني لو كوبل يعني اللي مزيان ولا اوبتيمال في لو طون موتور ديالو، الا هاد السيلندر غادي تكون عندي لا فيتاس دو روتاسيون فيه طايحه، وهكا غادي نحصل على واحد الرالونتي ايغولي. دونك هي اللي كنقولوا ليه لبرا ان الموتور كيدير راطي، يعني راه ماشي ملي الموتور كيدير راطي قد يكون عندي مثلا من البوجي او لا من لي زانجيكتور، يعني راه في بعض الاحيان قد يكون عندي بسبب واحد لابان ميكانيك كاين عندي في السي في السيلندر. دونك لا شتو تقريبا هادو هما لي كونسيكونس اللي عندنا دي فيبل كومبريسيون او لي سامبتوم. ولا نقدروا نقولوا لي بان اللي قد يجيونا ريكلاماسيون بهم ديال الكليون، قد يجي يقول لك الطوموبيل مثلا راه فاشله مونك دو بويسونس، ولا كتكونسومي ليا بزاف ديال الكاربيرون، ولا عندي ان في مينوار في لي شافمون، ولا كنلقى واحد الديفيكولتي ديال الديماراج افغوا، بطبيعه الحال خصني نتند في الموتور اكسيتيرا. وانما اللي بغيت نركز عليه ان هاد لي كونسيكونس هادو راه قد يكونوا يجيوني بسبب لي كومبوزون اللي عندنا في لا جيستيون الكترونيك، سواء لي كابتور ولا لي زاكتياتور. يعني انا هنايا خصني نعرف كيفاش ندير الدياغنوستيك ديالي، وكاين عندنا واحد لاباراي اللي غادي نشوفو من بعد اللي كتبين لنا واش ان هاد المونك دو كومبريسيون كاين عندنا بسبب، يعني عفوا هاد المونك دو بويسونس ولا هاد لي سامبتوم اللي شفنا واش كاينين عندنا بسبب الموتور ولا بسبب شي كابتور واحد اخر. دابا غادي ندوزو لي كوز. دونك دابا غادي هضرنا على شنو كينتج لنا، غادي نهضروا دابا على الاسباب لي كوز دي فيبل كومبريسيون، شكون هما الحوايج. دونك ملي كنهضروا كنقولوا عندنا فيبل كومبريسيون كنهضروا بلي راه عندنا دي بروبليم دي طون ديتونشيتي، يعني التسرب، يعني عندي السيلندر كيفويت فيهم شي حاجه، يعني بحال بطريقه اخرى كنهضروا بلي راه عندنا دي فويت دو بريسيون، عندي دي فويت دو بريسيون، عندي البريسيون ديال الموتور في لو طون ديال فان كومبريسيون كيفويت ليا في شي بلاصه. بطبيعه الحال لي كوز ديال في بد كومبريسيون اول حاجه بغيت نركز عليها عندنا بعض العوامل اللي خارجيه، يعني ما مرتبطينش بالموتور. عندي على سبيل المثال لو فيلتر اير كولماتي ولا انكراسي، يعني الا كان عندنا الفلتر ديال الريح مخنوق شنو غادي يسبب لينا؟ غادي يسبب لينا واحد لامونك دو رومبليساج، يعني ما غاديش يبقى عندي السيلندر كيعمر مزيان صافي. هاد لامونك دو رومبليساج غادي يسبب ليا هذيك الفيبل بريسيون. وطبيعه الحال هنا كنهضر على كاع لي كومبوزون اللي عندنا في السيركو ديال لادميسيون. مثلا الا كان عندي فيه البابيون ايتوفوار وكان عندنا كولماتي، كانوا عندنا لي كلابي ولا لي فولي ديال التيربيلونس وكانوا كولماتي، كلهم غادي يطيحونا في هاد لابان هادي. دونك حنا غادي نفترضوا بلي هادشي عندنا كلشي مزيان. عندنا حاجه واحده اخرى، عامل خارجي واحد اخر، هي لا تمبيراتور، لا تمبيراتور دي موتور، لا تمبيراتور دي موتور، درجة الحرارة ديال الموتور، اي دو لير اكستيريور، يعني ودرجة الهواء الخارجي، اي دو لير اكستيريور. ديما كنعرفوا حنا ملي كيكون الحال بارد اول حاجه كتلاحظوها في لي موتور ديزل كيلقاو صعوبه في الديماراج بسبب هذيك لا تمبيراتور اكستيريور، يعني الهواء كيكون بارد، الموتور كيكون بارد، هكذا كتكون عندنا البريسيون دو فان كومبريسيون فيبل. عندنا لا تمبيراتور ديال الموتور، يعني الا كان عندي الموتور ديما بارد وهنا هاد لا تمبيراتور ديال الموتور، هذا هو الدور ديال الترموستا. دونك علاش كنديروا الترموستا؟ باش كدير لنا هذيك لوغمونطاسيون رابيد، يعني وكتعاوننا باش لا تمبيراتور ديال الموتور تبقى عندنا ستابل في لا تمبيراتور ديال الفونكسيونمون ديال الموتور. داكشي علاه ما مزيانش ما خصناش نحيدوا الترموستا. الا حيدنا الترموستا سيرتو في الايام ديال البرد الماء غادي يبقى يدور، كتعرفوا الحال كيكون بارد كتشوف، الا كنت غير غادي بالموتور كتبرد بزاف، يعني الماء ديال الموتور غادي يبقى يبرد بزاف، الموتور غادي يبقى عندي ديما بارد، يعني لي بريسيون كلهم غادي يكونوا فيبل. داكشي علاش ما مزيانش انك تحيد
غير مستر. نفترضوا حنا هاد العوامل الخارجيه اللي ما عندهمش علاقه مع لي كومبوزون ديال الموتور ما ندخلهمش نخليهم بحديتهم، دابا غادي نمشيو غير لي كومبوزون اللي عندنا في الموتور. دونك غادي نشوفوا لي بوين دو فويت ديال الكومبريسيون فاش ممكن يوقعوا لينا. كما كتعرفوا عندنا لي سيلندر، عندنا البيستون، عندنا لي سيغمون. دونك عندي هنايا نفترضوا هذا هو الجوانت كيلاس اللي غادي يكون عندنا هنايا، نفترضوا هذه عندنا هي الكيلاس دونك الشومبر دو كومبستيون، دونك عندنا لي سوباب. دونك حنا لي فويت قد يكون عندي فويت ديال الكومبريسيون، يعني ملي كيطلع البيستون كيوصل لنا البي ام اش لا بريسيون اللي كتكون عندي في السيلندر، دونك يا اما غادي يكون عندي فويت او نيفو ديال لي سوباب مع لي سياج ديال لي سوباب، سواء غادي يكون عندي الفويت او نيفو ديال الكيلاس جوانت كيلاس والبلون ديال البلوك سيلندر، سواء غادي يكون عندي فويت او نيفو ديال البيستون لي سيغمون اي لي باروا ديال السيلندر. هادو هما لي بوين ديال الفويت اللي ممكن يسببوا ليا هاد الشيت ديال البريسيون ولا هاد لي بروبليم دي طونشيتي. دونك شكون هما لي كوز؟ دونك اول حاجه غادي نبدا بها الا كان عندنا، دونك بطبيعه الحال غادي نمشي من السهله للصعيبه، الا كان عندنا ان موفي ريغلاج، ان موفي ريغلاج دي جو او سوباب. الا كان عندي لو جو دو سوباب ما ريغليش مزيان صافي راه غادي يدير لي هذا المشكل هذا صافي. شنا حنا الا كان عندنا المشكل ديال الجو، الا كان الجو صغير راه السوباب غادي تبقى مفتوحه كامله ما غاديش تبقى تسد ليا كومبليتوم، يعني في الكومبريسيون ملي غادي يطلع الموتور غادي تبقى تفوت ليا البريسيون وحده. حتى الا كان عندي الجو كبير، حتى الا كان عندي الجو ديال السوباب كبير شنو غادي يوقع؟ لو طون ديال لادميسيون غادي يقصر، غادي يكون عندي مونك دون بليساج، وحتى لو طون ديال ليشابمون غادي يقصر، وديما غادي يبقاو لي واحد الكونتيتي ديال الغاز ديشابمون في لو طون ديال لي في ديال لادميسيون، وهكذا غادي ينقص ليا الروم بليساج، وحتى هو غادي يعطيني فيبل كونسيون. دونك اول حاجه كنبدا بها كنفيريفي لو جو دو سوباب ديالي خصو يكون بيان ريغلي. عندنا حاجه واحده اخرى، دونك الا كان عندنا هنايا ايزور ديالاش دي بورتي، كنهضروا على لي بورتي ديال لي سوباب، دي بورتي اي سياج دي سوباب. كنعرفوا حنا السوباب ملي كتكون عندنا هنايا راه عندنا في هاد لابورتي هادي هي اللي كنديروا لها داك الروداج ديال لي سوباب بالباتارودي صافي. دونك هادي الا كانت عندنا اوزي يعني تكلات، ولا كانت عندنا ديتيريوري بسبب لي في ديال لي بغولور ديال التمبيراتور الفي وحده، ولا الا كان عندنا الروسور فيبل ديال السوباب، حتى لي روسور لي ميكانيك هنا ديال الروسور يعني ما كيسدش ليا السوباب مزيان، ما كيجرهاش ما كتسدش مزيان، دونك ديما غادي يبقى عندي الفويت بينها وبين السياج. دونك لي سياج هما اللي كيكونوا عندنا في الكلاس. دونك الا كان عندنا ايزور ديال لي سياج، كان عندنا ايزور ديال لي بورتي ديال لي سوباب، ولا الا كان عندنا حتى ديفيكتور لي روسور دو سوباب، روسور فيبل دي سوباب، يعني الا كانوا ضعافين لي روسور يعني لا بريسيون ديال الطراج ديالهم ضعيفه افيبلي مع ليتيليزاسيون مع لو طون، دونك ما غاديش يبقى تسد ليا السوباب وغادي يكون عندنا بروبليم دو طونشيتي. يعني حنا داكشي اللي شفنا في الموتور تيرميك خصنا نعرف كيفاش نقلب السوباب، خصنا نعرف كيفاش نقلب الروسور، خصنا نعرف كيفاش نقلب لي بورتي، وخصنا نعرف كيفاش نقلب لي سياج. دونك هادو هما نقدروا نقولوا اللي عندنا او نيفو ديال لي سوباب والكيلاس. حاجه واحده اخرى، حتى السوباب الا كانت عندنا ديفورمي عوجه ولا شي حاجه هكذا، التيج ديال السوباب يعني لا سوباب ديفورمي مثلا يعني ما تكون ما كتسدش مزيان، غادي هاد المشاكل هادو عندنا. غادي دابا غادي ندوزو او نيفو ديال الجوانت كيلاس والكيلاس. دونك الا كانت عندنا الكيلاس ديفورمي، يعني الا كانت الكيلاس ديفورمي هذا سبب اخر، يعني خصني نعرف كيفاش نقلب الكيلاس واش مديفورمي ولا لا. الا كان عندنا الجوانت كيلاس ديتيريوري، جوانت كيلاس دي تيريوري، يعني الا كان عندنا جوانت كيلاس كما كنقولوا حنا محروق مضروب ولا شي حاجه، دونك لي فويت ديال الكومبريسيون غادي يبقى يقعوا ليا الجناب ديال الموتور، سواء يمشيو ليا ليكستيريور ولا الفويت ديال البريسيون ديال هذا السيلندر بقات تمشي ليا السيلندر الاخر. هما لي تراس دو كالامين اللي كتقد تلقى على في الجوانت كيلاس هكذا في الجناب ديالو. دونك سواء قد يكون عندك فويت اكستيريور ولا فويت انتيريور، ولا قد يكون عندك فويت لي شومبردو، داكشي علاش شي مرات كتحل القرعه ديال الماء وكتلقى داك القرعه ديال الماء كتبقبق. دونك هذيك البقبقات حنا نقدروا نقولوا هذوك لي بول ديغ اللي كيبانوا لك نتايا في لافاز ديكسبونسيون ديال السيستم دو فروا دي سمو، منين جاونا؟ راه جاونا من البريسيون ديال السي ديال السيلندر.
ولا غادي يكون عندنا البلون ديال لو بلوك سيلاندر غادي فورمي، دونك حتى هو خصنا نديرو ليه الكونترون بلون دي بلوك سيلاندر دي فورمي. دونك الا كان عندنا البلون ديال البلوك سيلاندر حتى هو دي فورمي، حتى هو غادي يسبب ليا هاد الفيبل كومبريسيون، وبطبيعه الحال غادي يطيحونا في هادوك لي بان. غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى، يعني راه حنا مازالين دابا كنكملوا في لي كوز، دابا سالينا من الكيلاس جوانت كيلاس، دونك شنو بقى لينا؟ دونك غادي نهبطوا لتحت البيستون لي سيغمون لي باروا. دونك الا كان عندنا ايزير دي باروا سيلاندر، يعني الا كان عندنا واحد التاكل في هاد لي باروا ديال السيلندر، ولا السيلندرات كان عندنا ايزير ديال لي سيلندر. دونك هي الفيديو اللي درت قبل بداك الكونترول، يعني الا شفتوا هاد لي كوز، يعني كل حاجه ممكن توقع فيها مشكل انت خصك تكون عارف كيفاش تكونتروليها، باش الا حليتي الموتور تقلب لي كونترول باش ديتيرميني لي بوين ديال الفوت. دونك سواء قد يكون عندنا ايزير ديال لي سيغمون، صافي، سواء قد يكون عندنا عفوا ايزير دي بيستون، يعني ولا البيستون هما. دونك انا باش نعرف هذا الشيء كامل، بحال مثلا في ليزير ديال لي بيستون خصني نعرف كيفاش نكونترولي الديامتر ديال لي بيستون، مثلا ايزير ديال لي سيغمون خصني نعرف كيفاش نكونترولي لي بيسور ديال لي سيغمون، لو جو على كوب ديال لي سيغمون، لو جو اللي عندي ما بين لي سيغمون مع لي غورج اللي عندي في لي بيستون، خصني نعرف كيفاش نكونترولي الديامتر انتيريور ديال البيستون، خصني نعرف كيفاش نكونترولي البلانيتي ديال البلوك سيلندر وديال الكيلاس، خصني نعرف كيفاش نكونترولي الجوانت كيلاس، خصني نعرف كيفاش نكونترولي لي طونشيتي ديال الشومبر دو كومبيستيون، يعني باش نعرف واش البروبليم عندي اونيفو ديال لي سياج ديال لي بورتي ولا سوا اوريسور، خصني نعرف كيفاش ندير لي كونترول ديال لي سوباب اكسيتيرا. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه للفيبل كومبريسيون، وهذا هو اللي غادي يلحقنا للتي بي المقبل ان شاء الله. دونك خصني نعرف انا كيفاش عندي هاد الفيبل كومبريسيون، واش كاين عندي في الموتور ولا لا. كما قلت لكم كاين عندنا واحد لاباري اوتيل سبيسيال اللي هو الكومبريسيومتر، كيمكننا باش نعبروا لا بريسيون اون فان كومبريسيون، دونك هو اللي كيمكننا باش نحددوا واش عندنا ان مونك دي طونشيتي دون لا شومبر دو كومبيستيون. داكور، هذا هو الدرس ديال اليوم، وكنتمنى ان يكون واضح مفهوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.